وفي تصريح لسعادة اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، أكد فيه أن فعاليات المعرض مستمرة، ومن المتوقع أن يشهد اليومين القادمين نسبة تواجد مرتفعة بسبب استثنائية هذه النسخة من المعرض. الكل تشرف بحضور سمو ولي العهد، ويعني بحكم يعني اطلاعه ومعرفته بكل الشؤون الطيران كانت عسكرية أو مدنية، فالكل كان حقيقة فرحان والكل كان يترقب هذه الزيارة وهذه الافتتاح. اليوم الثاني فعاليات نفس الشيء، طبعا العروض الجوية أتوقع أن يكون حضور أكبر اليوم، ويكون حضور بكرة الجمعة يكون حضور أكبر كذلك. أشجع الأخوة الموجودين بزيارة الشركات العارضة، هناك شركات حقيقة شركات عالمية عارضة أحدث ما توصلت إليه الصناعة العسكرية، فيعني نشجع الناس لزيارة هذه الشركات، أو بالأحرى الأكثر المعنيين بشؤون الطيران لزيارة هذه الشركات ومواقعها. وبالنسبة للضيوف فإن الطائرات موجودة، الكل يقدر يروح ويطلع على الطائرات ويركب في بعض الطائرات ويشوف يعني التجهيزات الموجودة على هذه الطائرات المعروضة في ساحة المعرض.